كاميرا الابطال كانت موجوده وكاميرا استوديو الابطال ايضا كانت موجوده. هنا ابو القاسم مراسلتنا سجلت بعض اللقاءات مع اللاعبين، نشوف قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. وخلاص النادي الأهلي على بعد خطوة واحدة من التأهل لفاينل دوري المرتبط، طبعا بعد فوز فريق المرتبط على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 63-57. ومعي بقى في هذه اللحظات طبعا المدير الفني لفريق المرتبط كابتن محمد أشرف توفيق. ده طبعا ببارك لحضرتك على الفوز في مباراة النهاردة، يمكن مباراة كان فيها ندية كبيرة لكن النادي الأهلي قدر يحسم المباراة لصالحه ويعمل ريمونتادا ويعود للمباراة مرة أخرى. الحمد لله، الله يبارك فيكي. الحمد لله، توفيق من عند ربنا اول حاجه، ومجهود الشباب. المباراه صعبه جدا، خارجه بره اي مقاييس قبل الجيم لانها مباراه تعتبر يعني فاينل مؤثره على الدرجه الاولى، فمباراه عصبيه جدا جدا جدا. بشكر لعيبتي ان هي حتى واحنا وحشين جوه الجيم مسكوا نفسهم، قدروا يرجعوا كويس جوه الجيم وتصرفوا الى حد كبير جدا في اوقات مهمه جدا، صح، نفذوا التعليمات الحمد لله. فالحمد لله، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكملها على خير ويوفق الدرجه الاولى ان شاء الله. يعني كابتن طبعا ما كانش في وقت كبير للاعداد للمباراه، المباراه الاولى كانت يوم الثلاث، فاستعديتوا ازاي لمباراه النهارده وايه ابرز التوجيهات اللي قلتها للاعبين؟ والله احنا يعني الحمد لله يعني بنحاول ما نسيبش تفصيله. الجيمات اللي زي دي بتبقى جديده على اغلب اللعيبه في الفرقه، عندهم 16 و17 سنه، الاجواء نفسها غريبه او جديده او عصبيه يعني، فبنحاول نحطهم في السيناريو بتاع الجيم والاجواء، وبنعمل كذا فيديو ميتنج على مدار اليوم، بنحاول نوصل اللعيبه الجيم احنا عايزين منه ايه، يعني عايزين نمشيه ازاي. والحمد لله الى حد يعني مقبول، اللعيبه بتنفذ والحمد لله، وكان الرجاله قدروا يخلصوا الجيم يعني الحمد لله. بشكر حضرتك جدا يا كابتن وببارك لحضرتك اكيد. الله يبارك فيكي، تسلمي، شكرا.